أنا كنت هسألك سؤال، هل عندك من الشجاعة ما يكفي إنك تقول من الأندية اللي ممكن تصارع من أجل البقاء؟ خلينا أكون مهذب شوية. والله مش مسألة شجاعة كابتن، بس هو يعني ما أعتقد إن الحكم في الفترة دي هيبقى صعب قوي قوي من البداية كده، أعتقد هيبقى صعب من وجهة نظري، يعني مش هقدر طب أدي لك هقول حكم لك حاجة أمين يعني تانية، فيه. غير السؤال. أيوه بالظبط، هتحايل على موقف. هتحايل، خليني أتحايل على السؤال. مين الفرق اللي ممكن تغير مدربينها بدري؟ أظن ده أسهل أهو، هو وده أسهل. بثلاثة بونت، واللي فات بثلاثة بونت. يعني اوكي. هي الفرق اللي ممكن تغير مدربينها بدري، انا جاهز باتنين. طب قول. لا زد استنى استنى، ماشي. عشان انت تاخد لا ادوس فعلا، اصلها اسئله فعلا، يعني هي اسئله شويه. حضرتك عارف بس انه انت براحتك في اليوتيوب هنا. لا لازم لازم طبعا انا نزنقك والله، شويه. لا والله فعلا، بس انا بفكر في الموضوع طيب يعني. طب هو اوكي هيغششني. اوكي نعم قول. غششني. انا شايف ان زد قريب جدا. زد زد انا بشوف ان زد قريب جدا من تغيير الكابتن مجدي عبد العاطي في حاله. بيحبوا مجدي قوي في زد. بس يا كابتن انا بشوف ان الموضوع يعني مش لا رايح زد، زد اتعادل مباراة وخسر للتارجت. مباراة مش كده؟ اتعادل مباراه وخسر مباراه. انا بشوف ان التدعيمات اللي هم عملوها في اول السيزون ما تتفقش مع اللي كان طيب اداره زد متارجت. الفريق الثاني والواضح واللي ما اتمنهوش بالمناسبه، لان انا بحب كابتن محمد يوسف جدا، حرس الحدود. حرس حرس الحدود. الحدود، انا في دماغي كان موضوع حرس الحدود، لانه البدايه كانت بدايه ضعيفه. وبرضو عايز اقول برضو في حاجه كابتن، معلش، هو برضو وفقا للامكانيات برضو، خلينا نقول يعني انت برضو انت لا بس انت مدرب بتتحرك يا في قد شريف. ايه. لا معلش، انت مدرب وجاي وعارف الاوضاع كلها، موافق موافق والمره تمام. دي انت طبعا اللي اخترت. طبعا يعني انا طبعا من طبعا. اكتر الناس صله بمحمد يوسف، فانت المره دي انت اللي اخترت، ايوه انا وانت اللي متفق جبت تماما لعيبتك وكان عندك الوقت الكافي. قلبا وقالبا، نعم. متفق مع حضرتك. ويمكن انا كان عندي اعتراض شويه مع الكابتن حسام حسن سريعا، يعني انه بعض الحاجات اللي كان بيقولها بعد ما مسك التدريب، كنت عايز اقول له ما هو انت عندك، يعني هي دي مصر، احنا عايشين في مصر، نعم حضرتك مش نعم اجنبي مثلا، مش نعم فوجهه نظري انه انا متفق معاك في الجزئيه دي، لكن برضو انا بشوف انه الانديه اللي هي زي حرس الحدود امكانياتها كده، المدير الفني بيقبل، لانه كابتن محمد يوسف كان بس كان اخر مساعد تجربه. مدير فني اتحاد الكوره، يعني عنده منصب كويس. معلش انا ماشي اوكي، بس كون ان هو فنيا لما تاخد فريق وتطلع بيه الموضوع بيختلف.